السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مع بعض زي بيلدر المقدم من جينج سيستمز. هو الميزة اللي فيه إن هو فيه انتجريشن بين أكتر من قسم، البيدنج، البلاننج، الإكيوبمنت، الكوست كنترول، سبلاي تشين، بين فيور. كل الحاجات دي مرتبطة مع بعض، مش كل واحد فيهم مستقل ذاته، لأ دي بتاخد المعلومات من الإكيوبمنت، ولما تحدث سبلاي تشين بيتحدث في البين فيور والعكس وهكذا. فخلينا نفتح البلاننج ده. هنا تلاقي المشروع، ممكن اجي هنا اقول له تمبليت برايسنج، تبدا تشوف الاسعار ديت. احنا كده بنتكلم في الفايف دي، فتقدر تحدد مثلا الكوست ليبر مثلا بخمسة، مثلا بستة، مثلا الاسعار بتاعت العناصر لما بعدلها هنا بتتعدل في المشروع ككل. انا مش لازم اعدل في جزء جزء، لا هو بعدل بيتعدل في كله. بقوله سيف، بيروح مسافر للمشروع. هنا بتلاقي كل التكاليف بتاعة المشروع، سواء ليبر، سواء ماتيريال، سواء اكيوبمنت، اذر. في بعض الحاجات ما بقاش مندرجة في الحاجات دول، بتاعت اندايركت ريسورس تقدر تشوف هنا. تقدر تيجي هنا تفتحهم كلهم بالشكل دوت او تقفلهم. تقدر تقول له عايز اعمل فلتر، فتقول له مثلا عايز الحاجات مثلا اللي هي مثلا واحد او اتنين حسب ما انت عايز، تعمل فلتر للعناصر دي. تقدر تصدر الحاجات دي كاكسل او تصدرها كبي دي اف او سي اس في. تقدر تشوف العناصر او تخفيها. في الاخر تقدر تقول له سيف وتسيف الشغل.